عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتي وقناتكم أمل جرنان. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. في هذا الفيديو ان شاء الله ونزورا على طلبكم غادي نحضروا مع بعضياتنا هذا الكلاص هذا اللي كيجي هائل، كيجي لذيذ بزاف بحاله بحال هذاك اللي كنشريوه من المطاعم، ما كاين حتى شي فرق، مرمل وهشيش، شي حاجه فعلا من الروعه. فما نبغوش عليكم بزاف، شوفوا شوف المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال الكلاص غادي نحتاج واحد نص لتر ديال الحليب اللي يكون بارد مزيان. عندي هنا جوج ديسير هكا كراميل كيجيو رائعين فهاد الكلاص هذا. غادي نحتاج هاد لاموس هذه اللي كتكون غبره راه معروفه. غادي نحتاج منها جوج باكيات لان كل وحده كتخلط مع ربع ديال الحليب اولا نصف من لتر. كاين اللي كيدير هذه وحده يعني في لتر كامل كتجي مزيانه، من الاحسن نديرو جوج ديال الباكيات باش كيجي داك الكلاص ديالنا غني، كيجي هشيش وكيجي لذيذ بزاف لان هذاك هو القياس الحقيقي، يعني كل وحده كتكون مع ربعه ديال الحليب. غادي نحتاج هنا عندي هذا النسلي كاراميليزي، غنحتاج منه واحد معلقه ولا جوج، ماشي ضروري في الوصفه، غير هادو راه كيعطيو مذاق زوين بزاف. هذا غير باش نزيد نعزز نكهه الكراميل لان فعلا هذا الكلاص كيجي هائل، الا ما كانش راه ماشي مهم في الوصفه. وغادي نحتاج هنا اللوز، عندي تقريبا واحد 80 غرام اللوز بالقشور ديالو اللي شديتو وهرمشتو وخديتو طروفه كبار بحال هكا وحمرتو، كيجي هائل يعني بلا ما تحيدو القشره ديالو كيجي فعلا لذيذ بزاف، حمرتو في الفران. وعندي هنا ثاني 80 غرام ديال الشكلاط اسود اللي مقطع بحال هكا، قطعتو بالموس، كيجي هائل يعني اللوز والشكلاط والكراميل، كيجي واحد الكلاص اللي فعلا كيستحق التجربه. الشكلاط ضروري غتسولوني عليه، مستعمله هذا ديال اكبر 55% يعني النسبه ديال الكاكاو، كيجي لذيذ. غادي نجيو للطريقه ديال التحضير، غادي ندير الباتور ديالي اللي حتى هو يعني هاد الادوات هادو كانوا في الثلاجه باردين مزيان، ضروري هاد المساله هادي. غادي ندير داك السيترو ديال الحليب اللي حتى هو بارد هو الاول، وغادي ندير داك لاموس. بالنسبه لهاد لاموس البنات كيف ما قلت نقولكم ديروا غير ساشي وحده، اللي جات انا قاصحه دير جوج، ولكن هي فريمون هي كتخلط في رابعه يعني كتخلط في نص ديال السيترو ديال الحليب، يعني كيجي زوين ولكن ما كيجيش ملي كنديروهم بحال هكا بجوج، يعني كيجيو كيجي داك الكلاص البنات غني وكيجي رطب ومرمل، يعني ملي كنديرو غير وحده في السيترو كيجي زوين حتى هو ولكن ما كيجيش مرمل بزاف. هذا بهذه الطريقه يعني الا قدرتو ديروه بهاد المكونات كيجي فعلا شي حاجه اللي راقيه، شي حاجه اللي لذيذه بحال يعني بحال الكلاص اللي كناخذوها هكا في المقاهي، ما كاين حتى شي فرق. صافي غادي نطرب دابا كلشي حتى يطلع مزيان ونعاودو نطلقو. صافي ملي طلعتو بحال هكا كيولي كريمي، غادي نزيد عليه دابا داك جوج ديال الدسير النكهه ديال الكراميل. بالنسبه كيف ما قلت لهذا نسلي كراميل ديال البنات الا ما كانش ماشي ضروري، يعني انا قلت غادي نزيد داك معلقه ولا جوج غير باش نعزز النكهه الكراميل، لان فعلا النكهه الكراميل كتجي هائله في هذا الكلاص، كتجي لذيذه بزاف. دونك الا ما كانش راه ماشي ضروري. صافي كيف ما قلت معلقه، نزيد واحد نص معلقه، صافي بركه. بالنسبه للسكر طبيعي الحال ما نديروش السكر لان الموس لاموس حلوه، الياغورت هو حلو، هذا نسلي كراميليزي حلو، يعني العناصر كامله حلوه، ما غاديش نحتاجوا للحلاوه او للسكر في هذه الوصفه بصفه نهائيه. صافي ملي كتخلط داك العناصر كامله كنحصلوا على واحد القوام بحال هكا كريمي رائع. غادي نزيد دابا داك الشكلاط. المهم البنات هذا الكلاص هذا كيجي خطير على ضمانتي، غادي تجربوه وغادي يجي يعني كيجي فعلا كيحمق، خصوصا هاد اللوز هكا خليوه بالقشور ديالو غير هرمشو والتهرميشه تكون كبيره في الفران، يا سلام مع الشكلاط والبنه ديال الكراميل كيجي فعلا شي حاجه اللي هي رائعه بزاف. غنحرك دابا ونحرك غير بشويه باش ما طيحش ليا هاد ما يطيحش ليا الكلاص ديالي. او بالنسبه للبنات اللي عندهم الكريمه ديال الخفق يعني تقدروا ديروا نص لتر ديال الكريمه ديال الخفق، تخليو نفس المقادير وديروا نص لتر. انا ديجا عندي غير ما خدمتش بها، انا ديجا انا عندي هادو فقط نخدم بهادو اللي عندي، ها الكريمه اللي كنخدم بها ها هي، غير هذه مع فيها ديجا السكر، هذه ما كنزيدش فيها النسلي كراميليزي، كنخلي غير داك الدسير يعني ما كنزيدش النسلي لانه حلو بزاف وهي تاي فيها السكر باش ما يجينيش الكلاص ديالك يقطع من الحلاوه، كتبقى المساله حسب الذوق، كاين الناس اللي كيبغيو الحلاوه. المهم كل واحد يدير داكشي اللي كيعجبو. صافي هنا ملي خلطت الكلاص ديالي جبت اطار درتو هكا غلفتو بفيلم اليمونتيغ او لا بلاستيك غذائي من التحت باش يسهل عليا انني نحيد الكلاص وباش يعني ما يخرجش، لان الكلاص واخا هكا قاصح كيقدر يخرج لنا من الجنب ملي نكونو كنقادو فيه. فغادي ننزلو، غادي نعمر القالب ديالي وانا كنحط وانا كنقاد بحال هكا.
صافي وكنحاول هكا نقادلو الوجه ديالو سباتول بحال هادي، اولا يمكننا نديرو غير يعني غير بمعلقه الا ما عندناش هادي. وانا كنقاد وانا بحال كنورك واحد شويه باش لك ماشي فراغات الوسط يعمرو. فصافي دابا ملي قديت الوجه ديالو غادي ندخل المجمد، خصو يبقى على الاقل خمسة ديال السوايع، وكتبقى المسألة على حسب المجمد ديال كل سيدة، يعني كل وحدة والفريغو ديالها كتعرف كيفاش دير التعامل معاه. إلا بغيتو كاع أنكم تهناو وتخرجوا من باب واسع، حضروه في الليل وخشيوه في الفريغو وحتى الغد ليه في الصباح، عاد عطيوه لوليداتكم كيصبح كارم مزيان، يعني ولو أنه كيجمد كيبقى مرمل وكيبقى لذيذ بزاف. بالنسبة للقطر ديال هاد يعني الساكل، يعني درتو على 22 كيجي هو هذاك الكلاص ديالكم، كيجي حبس كرف، كيجي مخير وكيجي ممتاز، كبير عائلي شي حاجة ديال الهمة. فغادي ندخلو المجمد ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالو. صافي ملي برد حيدتو القالب، يعني كيتحيد بكل سهولة، كتاخدو واحد الفويطة كتفزكوها بماء سخونة وكتبقاو بحال كتكمدو داك القالب، صافي بحال كيبدا يدوب من الجناب كتحلو وكيتسلت كيف ما قلت بكل سهولة. غادي نزينو بواحد شوية ديال اللوز اللي شيدتو من اللوز اللي خدمت بيه في الأول هكا مهرمش بحال هكا، تزين اللي هو بسيط وكتذكير داكشي اللي كاين وسط منو. وغادي ندير له حتى حبيبات ديال الشوكولاط هكا، عندي هاد بيبي دو شوكولا الا كاينين، يعني انا كندير بحال شكل ديال تذكير شنو كاين عندي في الكلاص من داخل، يعني الا موجودين ما كاينينش راه ماشي مشكل، هذه فقط افكار. صافي وغادي ندير عليه هكا خطيطات بالكراميل، يعني هذاك نسلي كراميليزي خديت هكا شويه درته في البوش، وكندير خطوط هكا عشوائيه كتجي فعلا واحد المثلجه اللي هائله جدا لذيذه لذيذه كتستحق انكم تجربوها. وهنا البنات غنقطع معكم طريف كيجي، يا سلام البنات شوفوا الشكل ديالو كيشاي، شوفوا كيفاش كيجي عن قرب، نقرب لكم الكاميرا كيجي مرمل البنات وهشيش، يعني ما كيجيش متلج، ولو انه كيبات ليله كامله في الفريغو كيبقى كيتقطع وكيجي كيف ما قلت مرمل، وشي حاجه هكا ديال الهمه، شي حاجه اللي جديده، يعني غادي تعجبكم بزاف وتعجب وليداتكم. فكنتمنى بحال ديما البنات يعجبكم الفيديو وتستافدوا منه، ما تنساوش تخليوا لي لايكاتكم اللي كتشجعني وتعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف بزاف، وتشاركوا الوصفه مع الصحاب والحباب. كنبغيكم بزاف والسلام عليكم.